للجميع باش نكمل معاكم باش نمشيو للجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة اللي تحتفل بعد ميلادها الثالث وتواصل تنظيم مجموعة من الدورات المحلية خاصة منها الكلاس بوبينت والباوربوينت سامحوني وطبعا بالإضافة إلى دورات أخرى خاصة بمجموعة من الأساتذة وباش نشوفوا أكثر تفاصيل عليها مع صديقتنا اللي ديما حاضرة معنا ياسمين السكلي رئيسة الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. مرحبا بك. مرحبا بكم. صباح النور. نسكت يعيشك. اكتبوا هنا بالفرنسي مرة جاية بربي في البلاغات الباوربوينت باوربوينت تكتبوها ياسر معناها تعربوها هي كلمة بالفرنسية خليوها بالعربية تولي معنى آخر معناها ساعات تتغير المعاني بتاعها. يلا مرحبا بك ياسمين. نحكيوا على التظاهرات اللي قاعدين تقدموا فيها وبرنامج كامل كنتوا قدمتوه نهار 4 و5 سبتمبر. عطينا عليه فكرة. ولي احنا من لول في الاول الصيف كنا ناويين باش نعملوا برشا دورات لكن بسبب الوضع الصحي وقتها اجلنا دوراتنا الكل. بديت التلقيح كيف اغلب المعلمين خاصه المخرجين في الجمعيه اتصلنا بهم لقيناهم اغلبهم تلقوا الجرعه الاولى وفيهم تلقى جرعه ثانيه. وقتها تشجعنا ان نعملوا دورات في وقت وجيز اقل من جمعه. نظمنا 3 دورات محلية يعني احنا تنقلنا لك الولايات وأمننا دورات تكوينية في تونس وبنزرت وزيد أبو زيد وفي قصر علي المنسيب وفي نفس الأسبوع لأنه دورة هذيك اكتملت العدد متاعها وقعدنا في إحراج مع المنخاتين اللي يحبوا يشاركوا لنا عملنا ملتقى وطني في المستير في ظرف 4 أيام. حددنا مع النزل طاقة استيعاب 50 لكن جاوزناها 58 شخص. نعم. وعشينا فكرة على شنو قدمتوا بالضبط. شنو قدمنا بالضبط في الدورات المحلية كانت الاستعداد لسنة رقمية. هي كانت بعنوان استعداد لسنة رقمية. يعني فيها كيفاش المعلم يعد حقيبة رقمية اللي فيها الأصوات اللي يستعملهم الصور. كيفاش يعمل درس تفاعلي سواء بالباوربوينت سواء الكلاس بوينت وفيها حتى القصص الرقميه والسندات التواصليه. بالنسبه للملتقى الوطني فيها كيفيه التجديد في الكتب الناطقه بثلاث لغات. كتاب ناطق شو معناته؟ ناخذ كتاب التلميذ لو وفرته الوزاره كما هو اللي يورقه بيدويا نسكنوه ويدخل الحاسوب. كي يدخل الحاسوب هو اللي مجله رقميه كما المجلات التسويقيه اللي نشوفوا فيها يورقها التلميذ وكل ورقه يحب يسمعها الكلمات اللي في وسطها ولا النص بالفرنسيه ولا بالانجليزيه يسمعها والكلمه اللي هي صعيبه يكليك ما يضغط عليها تولي يشوفها كصوره. يعني واحد يولي يتعلم التلميذ كيفاش ينجم يقرا كيفاش يساعد يسرع على النطق يساعد يسرع على حفظ الكلمات. واضح ياسمين يعطيكم الصحه. فما دورات اخرى باش تكون قادمه في الايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله هنكملوا العوده المدرسيه وباش ننظموا دورات اخرى في برشا ولايات خاصه ما مشينا لاسنا ولكن دوراتنا الاونلاين مازالت متواجده لانه ديما احنا بصفه اسبوعيه نعمل دورات اونلاين. نعم واضح. يعطيك صحة. شكرا لك ياسمين السكلي وان شاء الله بالتوفيق لكم في الدورات اللي قاعدين تنظموا فيها. وشنو نحبوا احنا كاين ما ينجم يفيد تلامذتنا وليداتنا وصغارنا في الايام القادمه. فما كورونا ما فماش واحنا ديما في الظرف الصحي الاستثنائي نحبوا نلقاو الحلول العاجله ما نقعدوش نستناو اذا كان فما اشكال ولا حاجه ديما يكون فما البلان بي حاضر وموجود. تحيتنا لك ياسمين. يعيشك. الى اللقاء. خليكم معنا.